تبقى منافسة أقوى. يعني حضرتك عايز تقوي المنافسة التابعة للدولة. وعايز أقول بقى الشق الثاني، أنا اتكلمت على الشق الحكومة، طب الشق اللي يتعلق بالمواطن والمجتمع المدني. ممكن نطلع نشوف تقرير ونرجع، ابقوا معنا. اشتريت فاكهة حضرتك آخر مرة إمتى؟ يعني كان من حوالي الأسبوع اللي فات، كان العنب كان ب 13 وب 15 والأسعار غالية جدا. آخر مرة من شهرين فات، وكنت شاري كيلو جوافة على 15 جنيه. كان قبل العنيد. إحنا من شبرا، كويس؟ الكيلو الواحد زيادة 10 جنيه عن منطقة تانية، عن بتاع، عن سوق العبور، عن هنا أكثر كمان من 10 جنيه. أكثر من 10 جنيه. طب مين المستفيد في الحته دي؟ انا عايز افهم. اللي بيبيع بيبيع على كيفه، واللي بيشتري بيضطر غصب عنه لو هو محتاج الحاجه اللي بيشتريها. امبارح انا شايف التين وانا ماشي ب 12 جنيه، التين ده كان يوم ما بنجيبه ب 4 جنيه، المانجا ب 20 و 25 جنيه، الجوافه اللي كانت كبيرها 2 جنيه ب 7 و 8 و 12 جنيه، ليه كل ده؟ يقول لك الكيماوي، المبيدات، النقل، البنزين، طب والناس مش هتاكل؟ حرام. بلع غالي 5 جنيه كيلو غالي. ادي بس هو ده توبنا، انا توب انا كده. اقول لك اجيب لك مانجا، مانجا البيت اللي راح جاب الكيلو ب 25 جنيه. كل ما اجي اجيب فاكهه ابص للاسعار ما بشتريش، ما فيش حاجه اشتريها. شاري كيلو موز ب 15 جنيه، ده حرام برضه. كيلو موز ب 15 جنيه ومش مكمل كمان 10 موزات ب 15 جنيه، دي اخر مره شريت فيها فاكهه ومش هشتريها تاني ان شاء الله. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ونكمل الكلام مع الدكتور محمد الأجرود. حتى كنت بتقول إن إحنا بنشوف الحلول.